غادي نمشيو مباشره عند ليلى ام ياسين في اهم النصائح المنزليه المطبخيه. الو ليلى. الو صباح الخير. صباح النور، لاباس عليك، مرحبا بتواصلك معنا. اهلا بك، بارك الله فيك. الله يبارك فيك، شكرا. نتوما لاباس؟ الحمد لله، مرحبا. تحية ليك والطاقم وجميع مستمعين ميد غاديو داخل وخارج الوطن. شكرا، بارك الله فيك، تحياتنا لك ليلى. تفضلي. بارك الله فيك. نكملوا أيه؟ النصائح بخصوص تحضيرات رمضانية. أيه؟ بالنسبة بعد المستمعات بغاوني نعود لهم الصلصة ديال البيتزا ديال المطيشة. أيه؟ عندنا في المقادير هنا هما ياخذوا الكمية اللي يبغاو، أنا نعطي الكمية ديال الكيلو. ناخذ كيلو ديال المطيشه كما العاده، نغسلوها بالماء وشويه ديال الخل، ومن بعد نقطعوا على أربعة نديروها في الكوكوط بالقشور ديالها بكل شيء ليها. تنضيفوا ليها ثلاثه ديال الدروس ديال الثومه ومعلقه ديال الثومه بودر. تنديروا واحد الورقه ديال سيدنا موسى، وتنديروا بصلتها هي مقطعه على أربعة، من الاحسن لقينا البصل الخضاريه. وتنديروا حتى معلقه من البصله بودر. تنديروا واحد جوج الفلافل حمرين تنقطعهم تاهما على أربعة، تنديروا شويه الملح، شويه البزار، شويه التحميره، ومعلقه كبيره من المطيشه ديال الحك. وتنديروا شويه ديال الزيت غير شويه، تنسدوا عليها الكوكوط و تنديروا لا ما لا والو، تنخليوها غير 10 دقائق يعني تبدا تصفى نحسبوا لها 10 دقائق صافي. وها هي موجوده، تنخليوها حتى تبرد، تنطحنوها، راه كلشي تيطحن، وتنديروها في قرعه ديال الدجاج، وتنديروا من الفوق واحد القطرات ديال الزيت البلديه وحبات من القزبر كارم. ايه، وتنسدوا عليها. اهم شيء هي ان القرعه خصها تكون نتحكموا في السدان ديالها، تكون تتسد مزيان ما يدخلش ليها الهواء. وتنخليوها في الثلاجه الوقت اللي بغينا، تنجبدوا نبغيو نديروا اي يا اما فطائر يا اما بيتزا يا اما هالصلصه ديال المطيشه موجوده. فعلا ايه، وكتخرج كميه مزيانه وسهله. وتتهنينا باش نتفرغوا شويه العباده، هادشي اللي كاين القران تنوجدوا هادشي قبل باش نرتاحوا شي شويه في رمضان. ندوزو دابا اختي بالنسبه الى بغينا الكرافت، عندنا واحد الكميه او بغينا نوجدوها، نشريو كميه ونوجدوها ونخبيوها في المجمد. فغادي نشدو الكرافت، غادي تغسل كيما القاعده بالماء وشويه ديال الخل، غادي نخليوها حتى تنشف تماما، ومن بعد تنقطعوها. اكثر هي داك السيقان ديالها ما نلوحوهمش، هما اللي تيبنوا لنا الحريره. تنقطعوها تقطع ديال الشكل ديال البصله. ايوا واخا السيقان ديالها، وتنقطعوا الكراسس عاديه، تنقردوها مزيان بالقراده، ومن بعد تناخذوا واحد الطاوه تنديروا فيها الماء طايب بحال غنعمروا اتاي. تنديروا فوق البوطه وتلوحوا داك الكرافس عيد تطلع الغليه، تكونوا بعدا موجدين واحد الاناء فيه الماء بارد، عيد تطلع الغليه في داك الكرافس. تنحيدوها سيغتو لك عندنا شي صفايه ما تدوبش، يكون الليدين ديالها ديال الحديد، نقدروا نديروا داك الصفايه في داك الطنجره اللي فيها الماء غليان. باش غير تغلى نهزوا هذيك الصفايه تتصفى شويه من داك الماء طايب، ونفس الوقت نلوحوها في داك الماء بارد باش نحافظوا على اللون وعلى الطراوه ديالها. فعلا. ومن بعد تنعاودوا نصفيوهم من داك الماء بارد، تتصفى مزيان، تناخذوا واحد البلاطو، تنديروا فيه واحد البلاستيك غذائي، وتنشتوا هذيك الكرافس تكون مشتة، وتندخلوها للمجمد حتى تتجمد، عاد تنجمعوها ونديروها في البلاستيك الخاص بالمجمد. ايه، ونحتفظوا بها. تبارك الله عليك لينا. نفس الطريقة بالنسبة للخيزو، الجلبانة، الفول، كاع هادو تنسلقوهم بهاد الطريقة وتنخبيهم. نحتفظوا بهم، خيزو جلبانة والفول. أييه، هادو هما اللي كيصبروا. خاصة خيزو، خاصة جلبانة والفول. أييه، ملي كيمشي الوقت ديالهم جلبانة ما كنسخاوش بها صراحة على طول العام. أييه أييه، خصوصا في رمضان تتنفعنا بزاف. أييه واخا. ندوزو دابا بالنسبة للحريرة، بزاف ديال المستمعات أكثرية المبتدئات يبغيو الحريرة الحامضة. أييه، غادي ندوزو الطريقة الصحيحة ديال الحريرة وباش تنجح لينا وتجي لنا نيت حامضة ولذيذة. واخا. بالنسبة للحريرة غادي نديرو المقادير كاملة إلا الربيع، غنديرو الحمص، العدس، كاع القوام ديال الحريرة. إلا الربيع غنديرو منو شوية شوية شوية، عندنا القزبر وعندنا المعدنوس وعندنا الكرافس، غنديرو منهم غير شوية شوية، معلقة معلقة معلقة.
وداك الحمص اللي رطبنا داك الماء ديالو بعدا تنغسلو داك الحمص مزيان بالماء والخل وتنعاودو نشلو داك الماء وهداك الماء اللي غنرطبو فيه الماء طايب اللي غنديرو فيه داك الحمص باش يرطب لينا ونحيدو داك القشور ديالو هداك الماء نحافظو به هو باش غندورو الحريرة تعطيها واحد المذاق ما نقول لكش السنة داك واخا هادي فكرة مزيانة الا ما ضو الا ما درناش به رويناش به الحريرة ونسينا ولا هذا وباقي عندنا داك الماء نقدو ندورو به الحريرة يكون هذاك الماء هو اللي نديرو فيه داك الخضرة حيت انا ما تنديرش الدقيق يا اما الخميرة البلدية هذه نصيحة حتى هي ندورو كتجمعي دور الحريرة البلدية ولا بالخضر مسلوقة ونزيدو فيها هذا الماء هذا الماء ديال الحمص ايه منفع كثير الجسم اختي سناء واخا وغادي نسدو على الكوكوط حتى يطيب لنا داك الحمص وداك الشيء المقادير كلها اللي درناها وفي الاخر ملي نبغي ندوروها غادي نزيدو داك الزلافه اللي مخلطه ما بين القزبر والمعدنوس والكراس باش نحافظوا على النسمه ديال الربيع ومين يكون نشربوا في الحريره نحسوا بداك النسمه ديالو والنوافع ديالو ما تمشيش لينا في الطياب مفهوم ايه فهمتيني اختي سناء مني نطيب الحريره وتسالي عاد نزيدو داك الربيع واخا وعاد من بعد تندوروها ايه باش فعلا ملي كتشربي الحريره كتحسي بالمذاق ديال ديال الربيع وكيف ما قلتي وحويجات صحيه ندورو بهم احسن من الطحين وتتجي بنينه بزاف واخا بالنسبه اختي كيفاش غادي نخبيو في المجمد المعجنات الفطائر البريوات حتى الشباكيه حتى بالنسبه للسلو فإما غادي ناخذوا دائما بلاطو حتى بالنسبه للحام بالنسبه للدجاج هادشي كلشي من تما تنقادوه وتنصيبوه تناخذوا البلاطو مثلا البريوات او هاد الشباكيه تناخذوا بلاطو تنفرشوا فيه البلاستيك الغذائي تنحطوا داك القطع ديال داك البريوات او معجنات او الشباكيه او اللحم او كما قلت لك او الحوت اللي عندنا وتنغطيوه بداك البلاستيك وتندخلوه المجمد حنا في حاجتنا ان هذاك البريوه تجمد كل وحده بوحدها حيت لا لصقناهم ودرنا بواطا تلقاو صعوبه باش خرجوا ديالو لهذا ما تيجمدش لينا ولا تيلصقوا لينا غادي نديرو كل وحده بوحدها حتى تتجمد ومن بعد تنخرجوهم نديرهم في البواطات ولا في البلاستيك الخاص بالمجمد وفيما تنبغيو تتقدي تتحكمي ديك الساعه بغيتي تجبدي وحده جوج اللي بغيتي تجبدي تجيك سهله واخا بالنسبه للسلو راه دابا خرجوا نبدلوا نغيروا داك الطبيصلات وتنحطوا فيهم شويه شويه حنا غادي نغيروا غادي ناخذوا مريشمات دابا كاين على الاشكال ملي غنصوبوا السلو نساليو وغنقطعوه بداك المراشم ونفس القضيب باش نخبيوه في المجمد غنديروا البلاطو غنديروا البلاستيك وغادي نحطوا هذاك يا اما قلب يا اما نجمه يا اما هلال كل وحده وعلى حسب المرسم اللي عندها وتنغطيوه بالبلاستيك وتندخلوا المجمد تيجمدوا حتى هما ونجمعوهم نديروهم في بواطه خاصه بالمجمد واخا ملي نبغيو نجمدوهم راه على ما عمرتي اتي بغيت يكون واجد ما يخافوش يقولوا راه غادي يجمد ولا غادي يقصح ولا شي حاجه ملي تنجبدو هذيك الساعه اللي بغاو يزين باللوز ايفيلي محمر اللي بغا يزين باللوز عادي او السكر كلاصي كل وحده على حسب الرغبه ديالها فعلا كيعطي منظر وخاصه مع استقبال يعني الضيوف هكا في الفطور كيعطي منظر مختلف بالنسبه اختي الا بغينا نوجدوا القطع ديال الداند او صدر ديال الدجاج لان تخدموا بهم بزاف في رمضان فتنجيبوهم تيتغسلوا مزيان بالملحه والحامض والماء من بعد تنحيدوهم ترشوا عليهم شويه ديال السكينجبير وتنقطعوهم مكعبات وحتى هما نفس الطريقه في البلاطو في البلاستيكه تنحطوهم حتى تيجمدوا عاد تنجمعوهم كل حاجه نجمعوها في بلاستيكه ونكتبوا عليها يا اما صدر الدجاج يا اما لاداند وهذيك الوريقه تنعاودوا نديروا عليها سكوش باش ما تزلقش لنا بالماء ديال المجمد شكرا لك بزاف تبارك الله عليك ليلى نشكرك بزاف على هاد الاقتراحات اللي قدمتينا اليوم وكل هاد النصائح المطبخيه كنشكرك بزاف عليها واكيد ان شاء الله في حلقات مقبله والمزيد من النصائح والاقتراحات رفقه ليلى ام ياسين